عشان بس يعني احسم لكم كل شيء خاص بالصفقات. يعني نبدا مثلا باسامه جلال لانه كلام كتير على اسامه جلال وهفجر لكم مفاجاه. اسامه جلال من 3 سنين تقريبا قبل ما يروح لبيراميدز كان قد وقع في النادي الاهلي، وقع مضى عقد في النادي الاهلي وخلص كل حاجه من حوالي 3 سنين تقريبا، يعني اعذروني في الذاكره شويه، وتمام التمام والامور 100%. وبعدين في الاخر ما كملتش من النادي الاهلي برضه عشان اكون واضح وامين، والولد كان مبسوط جدا وكان سعيد جدا انه رايح النادي الاهلي، لكن ما كملتش النادي الاهلي ما كملش، فراح بيراميدز وتوكل على الله. تجدد الامر وتجدد الكلام من فتره، ويلا تعالى روح مش عارف ايه والقصه والحدوته واللي 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 واللي، لكنه بيراميدز في النهاية هو مجدد تعاقده، بقي له 3 سنوات في تعاقده مع نادي بيراميدز، يعني القصة خلصانة من زمان يعني، فخلصة قصة خلصانة وهم مجددين التعاقد مع أسامة جلال. ادي واحد، يبقى أسامة جلال خارج النادي الأهلي. وليد الكارتي، بص في الأهلي معجبين جدا بوليد الكارتي، لكن لازم تعرف انه انضمام امام عاشور للنادي الاهلي لغى الكلام مع ناس كتير جدا، مثلا كان زي مع محمد رضا بوبو، ونفس الامر الكارتي، غير ان الكارتي عنده لسه موسمين في تعاقده، يعني وليد الكارتي لسه عنده موسمين في تعاقده. انا خلي بالك انا بقول لك معلوماتي يعني عشان تبقى القصه واضحه، وبالتالي الكارتي واسامه جلال خارج حسابات النادي الاهلي. اخلص لك بس القصص عشان تبقوا عارفين، يعني بالنسبه لحراسه المرمى محمد صبحي، انا بقول لك اهو بقول لك الاخبار كلها من اولها لاخرها اللي مش هسمعها اللي عندي. محمد صبحي منتظر حد يكلمه من النادي الاهلي، طبعا الزملكاوي هيتضايقوا مني وهيزعلوا مني وهيطلع مليون نفي، لكنه هي دي الاخبار. النادي الاهلي كان في مفاوضات جديه السنه اللي فاتت مع محمد صبحي لما كان في فاركو، ثم في الاخر قرر قال لك لا هعتمد على ابنائي الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء في هذا التوقيت. لما مشي علي لطفي البعض بدا يفكر تاني، طب محمد صبحي يجي ما يجيش، طب القصه عامله ازاي، لكنه تم حسم الامر تماما في النادي الاهلي انه عنده حارس مرمى مصر الاول محمد الشناوي، عنده مصطفى شوبير، عنده حمزه علاء، عنده مصطفى مخلوف، فالاهلي ليس في حاجه لحراس مرمى. طب محمد صبحي طبعا قريب جدا من التجديد لنادي الزمالك، بس ما حدش كلمه من النادي الاهلي عشان ما تسمعوش بعد كده كلام هو كان الولد لانه في يناير فري مستني الحوار، كان في كده حد داخل النادي الاهلي كان طرح اسم محمد صبحي من جديد، لكنه مارسيل كولر قفل هذا الباب بالضبة والمفتاح. طيب تعال روح بقى لعمر كمال عبد الواحد، وهنا هنقف شوية. عمر كمال عبد الواحد في شهر يناير من حقه ان يوقع لاي نادي، لانه عقده مع فيوتشر بينتهي خلاص، او مودرن فيوتشر بينتهي، فمن حقه انه يوقع لاي نادي. طيب هل مودرن فيوتشر منفتح انه ممكن يبيعه في يناير؟ حط نفسك مكانهم، لو في فرصة يجيب مبلغ كويس وهو ماشي بعد 4 شهور بالمجان ممكن يبقى قرارهم ايه؟ اكيد هيوافقوا على التفاوض بحيث يجي لهم مبلغ مش بطال او مبلغ جيد، اكيد لو انت مكانهم يعني، رغم حاجة الفريق الشديدة جدا ليه، لكنه هم عارفين انه اللعيب مهم. اول حاجة التانية انه مودرن فيوتشر لا يفاوضوا اللعيب ويدوا له عقد كويس يستحقه، وهو يستحق تقدير مالي جيد جدا وممتاز كمان، فمن الممكن ان مودرن فيوتشر هم كمان يبدأوا تفاوض مع الولد عشان يكمل، وده وارد جدا. طيب حلو، ايه تاني؟ التاني انت بتتكلم على النادي الاهلي هل بيفاوضوا ولا مش بيفاوضوا؟ انا اقول لك الجملة الصح، بيفكر فيه، نعم بيفكر في عمر كمال عبد الواحد. هل في عوارض؟ يعني ايه عوارض؟ يعني هل في مثلا انه مستوى ما حدش يتكلم على مستوى الولد، باك رايت 10 على 10، باك ليفت 10 على 10، في وسط الملعب في الناحيه اليمين قدام، فيش مشاكل بالنسبه له. الاهلي بيبحث احتياجاته، هل هو محتاج للاعب ولا مش محتاج للاعب، هل هو ممكن يكون العوض عن علي معلول، لانه لما لعب في مركز الباك ليفت السنه دي نجح جدا. الاهلي عنده ناحيه اليمين عنده محمد هاني الاساسي بتاع المنتخب، عنده اكرم توفيق رجع بسلامه الله، وهكذا. فالاهلي بيفكر وبيحسبها بحساباته كلها. طيب بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، طيب اللي الناس ما تعرفوش ان والد عمر هو كابتن كمال عبد الواحد اللي موجود مع المنتخب الاولمبي،
وهو كان مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، هو بيحب النادي الاهلي جدا جدا جدا، وبالتالي ده والد يعني بيحب الخير لابنه. فالقصة اذا النادي الاهلي طلب التعاقد بشكل محترم، بشكل محترم يعني يعني عرض مالي جيد لعمر، مش هيبقى فيه ممانعة لا من الولد ولا من اسرته، لكنه لابد ان يكون هناك تقدير. طب عمر طالب ايه؟ على فكرة عمر ده اطيب واحد تتعامل معاه في حياتك، بني ادم طيب متدين محترم جميل، كل حاجة فيه جيدة جدا، لا بيتكلم في فلوس ولا يحزنون، لكنه الامر ده بالنسبة لعمر كمال عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلع الكابتن احمد شوبير وصرح وقال لك الاهلي هيولعها في الميركاتو الشتوي الجديد ان شاء الله، وبيقول كمان ان مفيش مانع من اداره فيوتشر انها تبيع عمر كمال عبد الواحد للنادي الاهلي، لان عمر كمال عبد الواحد مصمم انه يلعب داخل القلعه الحمراء. احنا عارفين النادي الاهلي بيشارك في جميع البطولات، والولد عايز يعمل مستقبل لنفسه، عنده 30 سنه لسه صغير، لسه العمر قدامه كام سنه ان شاء الله يدي. احنا شفناه مع فيوتشر عامل ازاي، شفنا اهدافه، شفنا تأثيره داخل الملعب، فعلا بجد صفقة قوية جدا ان شاء الله. وشفنا لو فتوح ان شاء الله وقع بجد، احنا عمالين نسمع كله كلام، لكن فعلا الحقيقة ان احنا لسه ما عرفناش حاجة، يعني دلوقتي كله بتكهن، كلها تكهنات، بس النادي الاهلي شغال على قدم وساق علشان يخلي الميركاتو الشتوي السنة دي ان شاء الله عالمي. انت عندك كاس عالم الأندية، في تدعيمات طبعا، انت عاملين السنة دي في سكواد كويس جدا، احنا شفنا رضا سليم، شفنا امام عاشور ربنا يشفيه. فالنادي الاهلي محتاج كل واحد من الصفقات الجديدة اللي اتكلم عليها الكابتن احمد شوبير في الفترة القادمة باذن الله. وطبعا لو استمر الوضع على هذا المنوال، النادي الاهلي هيبقى في حتة تانية السنة دي بإذن الله. انت عندك السوبر الافريقي، عندك الدوري، عندك الكاس، عندك كاس العالم للأندية، فربنا يكرمنا ان شاء الله تعالى، وبإذن الله فيما هو قادم النادي الاهلي هيكون قد المسؤولية، واللعيبة بإذن الله هتكون على قد المسؤولية.